رونالدو الذي عانى كثيرا من الأنصار في هذه الدورة، كل 10 دقائق 15 دقيقة إلا ويدخل مناصر يقتحم أرضية الميدان من أجل التقاط صورة سيلفي مع كريستيانو رونالدو. هذا الأمر أزعج كثيرا اللاعب. تنظيم متواضع لحد الآن من طرف الألمان مع تسجيل هفوات كثيرة في عملية التنظيم. شاهدنا أعمال شغب، شاهدنا سوء تنظيم أثناء الدخول، شاهدنا الآن مناصر يقفز على كريستيانو رونالدو كاد أن يؤذيه أو يؤذي نفسه. شوف عملية قفز خطيرة على كريستيانو رونالدو. شاهدنا في المباراة الثانية للبرتغال ثلث مناصرين الواحد تلو الآخر يدخلون من أجل التقاط صور سيلفي مع رونالدو، وما أغضبه كثيرا. شاهدنا المياه تتساقط وتتقاطر من الملاعب الألمانية. شاهدنا أيضا بعض الأرضيات سيئة، يعني تنظيم فيه العديد من الهفوات. هذا ما حصل لكريستيانو رونالدو الآن أو أمس في مباراة جورجيا أثناء لقطة ضربة الجزاء. شوف انفعال وغضب كبير لكريستيانو رونالدو، وأكمل هذه الليلة السيئة بغضبه أثناء عملية خروجه. شفنا ردة الفعل تاع كريستيانو بصراحة المتواصلة، حتى صارت تكون عنده ردة فعل قوية هذا الموسم صراحة. يعني حتى شفناه في نادي النصر يقوم بردة فعل، وحتى في اليورو هذا ما كانش هو كريستيانو رونالدو اللي كنا نستناه منه. يعني للأمانة ما قدمش المستوى المطلوب، حتى برغم التشكيلة الغنية للمنتخب البرتغالي يملك ما شاء الله أرمادة من اللاعبين، لكن هو ما شفناش الحدد الفرد، ما شفناش اي حاجه من كريستيانو. والله اللاعب في المنتخب البرتغالي هذا الارماده من اللاعبين عندهم لاعبين، سامحني لي لا نكمل لك سؤال. وراء اللاعب اللي يعجبك ليش تقدم مستوى راقي يليق باسمه على الاقل بوزنه كلاعب كبير؟ اعطي لي لاعب واحد. لا ممكن اوكي نوفل ممكن برناردو سيلفا. من قدم وش قدم برناردو سيلفا؟ ما قدمش، ما جاش، لم يحضر. باستثناء الهدف الوحيد الذي سجله في مباراه المنتخب التركي ما قدم ولا شيء. رافايا لياو ظل وشبح برونو فرنانديز، ما عندوش ميم با نصف مستواه اللي قدمه مع نادي مانشستر يونايتد. رافايا لياو ما تحكيش. كريستيانو رونالدو دائما يحمل المسؤوليه لانه كريستيانو رونالدو، لانه عود الناس على تحمل. دوك نعطيك لاعب قدم لقطه فنيه جميله، اعطينا كانسيلو لقطه فنيه. واحد انا نقدر نروح ندير لقطه فنيه، اعطيني ندير لك رولات ونعاود نخرج من الماتش. على الاقل دير لقطه فنيه. صح شو المتعه مو راهي لقطه فنيه. لقطه جميله من كاسيل. هذه محمد انا نضل رونالدو محتاج الى هدف باش يتحرر، يريد تسجيل هدف ما قدرش، ما لحقش، ما طولوش كرات. الحكم حرمه امس من ركله الجزاء، معناها تعرض للظلم. يعني عمليه شد القميص، عمليه شد القميص كانت عليه العصبيه. كريستيانو رونالدو غلبت عليه الفتره الاخيره، غلبت عليه العصبيه واصبح لاعب عاطفي. شاهدناه يبكي في صراحه في النهائي، في نهائي كاس ولي العهد. كاس ولي العهد يعني تفاجئنا احنا، لاعب كيما كريستيانو رونالدو حقق بطولات ووصل مرحله انه يعني هذه الدورة 6 ديالو. ايه نقولوا ممكن المنتخب، بتقولي منتخب البرتغالي ما قدموش اللاعبين اللي تقول عليهم اللاعبين في الدوري الانجليزي الدوري الاسباني. نادي النصر نادي تاني ارماده من اللاعبين ما قدم اي حاجه. رودري ايضا لما يعجب ما قدمش يعني كريستيانو رونالدو كل ما يوصل، لان نتكلموا في النهائيات، كل ما يوصل للنهائي اما ثلث نهائيات ولا اربع نهائيات ما فاش فيها ولم يسجل اي هدف، ولم يسجل اي هدف ضد نادي الهلال. علاش اسمع كل اسمعني مي الاول ماهوش يلعب وحده فريق النصر، تك يجيب كريستيانو رونالدو، ما جبتش كريستيانو يريحوا 10 في 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 في, في, في الدكه ويقولوا له رونالدو هاك روح ربح لنا الهلال. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه تاك نسيت باللي عنده لاعبين ثاني يلعبوا معناش، ما تهدرش على ساديو ماني اللي كان في الدوري الانجليزي اقوى دوري في العالم كان يسجل دائما 20 هدف واكثر. علاش تهدر غير على كريستيانو رونالدو اللي مسجل اكثر من 40 هدف هذا الموسم مع نادي النصر السعودي؟ انت يا كيكون عندك لاعب مسجل اكثر من 40 هدف في مع ناديه في الموسم، ومن بعد في النهائيات هذا النادي ما يفوش. هنا العيب ماهوش على اللاعب، العيب على اللاعبين اللي يلعبوا معاه. اللاعب راه يقوم بالدور تاعو، راه يسجل لك اهداف. نهار تلحق المباريات النهائيه ما راكش تلعب انت تقدم كرات مليحه لهذا اللاعب باش يسجل لك اهداف. امين احنا لمنا رونالدو للدخول في تلك العصبيه والهستيريه، يعني حاله من اللا شعور، يعني غضب باتجاه الحكم، غضب باتجاه زملائه، غضب
تجاه مدربه. يعني حتى في التغيير لما تغيروا ميكون ردة فعله غضب غير مبرر، يعني مبالغة في الغضب. اللاعب أصبح عاطفيا للغاية، شاهدناه مرة يبكي في النهائي، مرة يغضب، مرة صحيح أنه كرة قدم لعبة مشاعر، ولكن ليس إلى هذا الدرجة. خلاص أمين، الحكم ما منحكش ضربة جزاء ما تبقاش تجري مور الحكم، زاد الحكم منحه بطاقة صفراء. بعد ذلك المدرب لما شافه في تلك الحالة العصبية والهستيرية، خاصة بعد خروجه بين الشوطين يضرب في قارورات المياه الموجودة، متعصب مع الجماهير، مع الحكم، مع الزملاء، المدرب فضل يخرجه. وأنا بالنسبة لي قرار صائب من المدرب، أراد أن يحمي رونالدو، ربما كان سيتلقى بطاقة صفراء ثانية ويغيب عن البرتغال، وربما كان راح يسجل هدف أو أسامة لام ربما أكثر على الحالة العصبية أكثر من الأداء. أمين. شوف، مش إحنا اللي نقدموا دروس كريستيانو رونالدو في الشخصية وفي العصبية وفي كيفية. نعم، مش دروس، نحن نلاحظ. معليش أنا أقول لك، نحن نلاحظ كيفية في كيفية. يعني حبيت تقنعني بأنه ما فعله أمس شيء جميل. أسمع هذا اللاعب اللي تهضر عليه راه خاض حروب محمد. راه خاض حروب وربح. يقدر يخطأ. أسمعني. وربح مباريات وحده في المستوى العالي. يقدر يخطأ. نشفنا يا مع فولسبورغ نهار ريال مدريد خسروا في الدور الربع النهائي. في ربي أبطال أوروبا خسرنا 2-0 في ألمانيا. اسمعني، ماشي على سجل 3 أهداف، لا محمد، بعد المباراة أنا شافي مليح كان خرج بتصريح هو الوحيد من ريال مدريد، قال لهم الجماهير ريال مدريد، قال لهم ما تخافوش، قال لهم نربحوا، قال لهم أماني نوعدكم باللي نربحوا نتأهلوا في لقاء العودة. كما كان الحال على ملعب برنابيو، سجلهم هدفين وقل في دقيقتين، والهدف الثالث أمين. لكن الحديث عن رونالدو أمس وليس عن رونالدو التاريخ. رونالدو التاريخ أوكي، بارك الله فيك، أحد من أعظم اللاعبين في العالم. تتكلم أولا على لاعب راه في عمره تقريبا 40 سنة، راك تتكلم على هذه يكون أكثر تعقلا، راك تتكلم على لاعب اللي معروف بشغفه في تسجيل الأهداف، يحب يسجل الأهداف، لاعب راه يبحث على الهدف الأول تاعه في الدورة، لاعب بعد يجي الحاكم بكل بساطة يحرمه من ركلة جزاء وتربح، ما عندكش حق تهضر. حرموش ما أمين، حرموا من ركلة جزاء. لا كاين ركلة جزاء ولا للفار؟ ركلة جزاء ونحالو تريكو، واش ينحيلو قاسي، نحالو تريكو، واش لازم يدير له أكثر؟ اسمعني كرة تعطيني تمليه وأنا منك، كاين الاحتكاك ما بين اللاعبين، احتكاك ماشي هكذا، حتى لاخر احتكاك هكذا، حتى لا ماشي تجبد له تريكو. إذا كاين الصورة واضحة أن هذا مراجعت رونالدو، ما غير يشرح حتى رونالدو حكم المدافع نفس الشيء، ومن بعد راحوا للفار ولا ما راحوش؟ صح، الاولويه لمن؟ راحوا للفار ولا ما راحوش؟ لا من الفار، راحوا للفار، راحوا ستين خطره ضد رونالدو، راحوا ستين خطره في الانجليز، راحوا للفار في الانجليز في انجلترا، وكانت لقطه هدف صحيح، قال لك متسلل اللاعب، ما الفار انا هو اللي محتاج الى هدف باش يتحرر. نقول لك راني معاك، والبارح ظلموه، نحاولوا ركله الجزاء. احنا ما نتكلموش على كريستيانو، كريستيانو لاعب كبير، ماشي احنا اللي نعطوا دروس على كريستيانو، لكن وصل مرحله فقد الشغف. انا نشوف انه وصل مرحله خلاص، ولا راهو ياثر حتى على المجموعه. الشغف اسمع، ما فقد بالك تحكم في المشاعر تاعو، ممكن ما يفقد الشغف. امين، لكن هذا اللاعب يكبر. راك تهضر على لاعب عنده 5 كرات ذهبيه، وعنده 5 رابطة أبطال أوروبا، وعنده كاس اوروبا، وعنده كل القاب ممكن يخصو غير كاس العالم. بكى كيما داش كاس خادم الحرمين 4 مرات. إيه؟ يلعب ضد الهلال ولا هدف سجله. إيه؟ امين، كريستيانو رونالدو يصبح اول لاعب في تاريخ اليورو يلعب 20 مباراة متتالية، يعني برقم خرافي قياسي سيصعب تحقيقه في القريب العاجل. مثل ما يقول لك أسامة، رونالدو في المرحلة في السنة الأخيرة اصبح اكثر عصبية، اكثر غضب، يريد ان يفوز بكل شيء، يريد ان يسجل، يريد أن هذا من حقه. لكن لا تنسى امين بانه هذا اللاعب يكبر، صح، والانسان لما يكبر ويقارب سن الأربعين هنا لازم يكون أكثر اتزانا، أكثر عقلانية، لا يجب أن تغلبه مشاعره، لأنه تسجيل الأهداف لا يكون بالمشاعر ولا يكون بالغضب، تسجيل الأهداف يكون بالتركيز فوق أرضية الميدان. رونالدو أمس خرج من المباراة بعدما لم تمنح له ركلة الجزاء، وشبهته بما فعله بونجح في مباراة كوت ديفوار عندما ضيع ركلة الجزاء وظل يندب حظه طيلة أطوار المباراة حتى أخرجه المدرب. رونالدو كان عليه أن يتعقل حتى عندما لم يحصل على ضربة جزاء، ما
مازالت المباراة بإمكانك أن تسجل. مازال المباراة أسامة حتى كي نشوف الصراعات الثنائية تاع رونالدو مع المدافعين ماهوش رونالدو تاع الماضي. نوافقك طبعا. يعني القوة تاعو نقصت محمد. طبعا. هذا اللي يخليه يتنرفز يا اليمين. لما تلحق 40 سنة كاين القوة ديالك تنقص كثير. نعم. ردة الفعل تاعك. ريفلكس ردة الفعل تاعو كريستيانو نقصت. نعم. هو هذا ممكن اللي أثر عليه. إحنا ما نكروش كريستيانو لاعب كبير وأفضل لاعب في العالم. نعم. حبينا ولا كرهنا.